هذا صحيح الفريق يلعبها أمامية محباك وتنقطع وثنيقة والجميع للمنتخب الأرجنتيني ماسك الكرة بيده أيضا ثنيقة وأيضا ما راح يلعب المباراة الجاية أيضا ما راح يلعب المباراة الجاية أيضا عنده بطاقة سابقة إذا ثلاثة الآن ما راح يلعبون من المنتخب الأرجنتيني المباراة القادمة ثنيقة ما راح يلعب لمس الكرة بإيده عدوى مارادونية ما فيش كلام عدوى مارادونية استدعها مارادونا وورط الفريق هذه بطاقة وكنيجا طبعا في الستة الأخير اللي هو صدر أمس جاء مارادونا في المركز السابع من حيث أفضل اللاعبين ماتايوس المركز الأول الألماني وكريزمان الألماني أيضا المركز الثاني وميلا المركز الثالث من كرة اللعب الأمامية داخل منطقة الجزاء وتنقطع ويحاول يحصلها قبل ما